إذن مشاهدينا الكرام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. شارك الرئيس السيسي خلال حفل الافتتاح السيدة قرينته وكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، وبالإضافة لقرينته وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. في نسخته الرابعة وبمشاركة واسعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بافتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وسيد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان والسيدة قرينته. يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا وبسم الله نبدأ، من أجل المستقبل نعمل. شكرا. وعلى هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبناني ضيفاً عزيزاً على مصر، مؤكداً سيادته الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان، ومعرباً عن كامل الدعم له من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان.